السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله هي لك. ورسالة النهاردة بدأ بتقول لك انت بتزرع شيء الفترة دي، انت بتعمل مجهود كبير جدا في شغلك او في بيتك، في عملك، في علاقتك، في مجهود انت بتعمله او بتزرع في هذا الوقت البذور، وانت باذن الله الزرع ده ليه حصاد باذن رب، وانت هتحصد ثمرة الجهد ده. رسالتك كمان بتقولك اوقف رؤيتك للغموض، رؤيتك للمشاكل، رؤيتك للحاجات السلبية، اوقف رؤيتك الوحشة للأشياء، يعني حاول انك تتفائل. كمان بتقولك اتقبل الحب في حياتك، لو انت في شخص في حياتك مش متقبله حاول انك تتقبل الحب. كمان واضح انك بتبذل مجهود في هذه العلاقة، يعني بتعمل شيء كده علشان تثمر الحب في الآخر. واضح برضو ان الشريك او الشخص اللي معاك في الوقت ده في حاجات مادية شغلة الشخص ده، يعني طول الوقت ممكن مشغول عنك، هو المادية شغلة اكتر، ولكن هو يعني ممكن ما بيفكرش فيك كتير، بس لكن الوقت ده هو مشغول، لكن هو بيتذكرك في اوقات فراغه لما بيفرغ من العمل والضغط. واضح ان هو ده عليه ضغط شغل او ضغط عمل او بيسعى وراء ماديات، فالحاجة دي بتخليه يتلهي عنك، ينسى يكلمك، حتى ما يفكرش شوية فيك، ولكن لما بيقعد لوحده بيتذكر تفاصيل ايام كان عايشها معاه، بيتذكر حاجات انتوا عملتوها مع بعض، بيتذكر مثلا يوم جميل قضيتوه مع بعض. ولكن الشخص ده برضو في رسالة منه لك بتقول انه منتظر اشارة منك انت، يعني هو منتظر الحركة تبقى منك انت علشان يقدر يتكلم او يقدر يبوح باللي فيه. كمان جاية لك رسالة ان هو ممكن يكون في عامل لكم بلوكات، عامل بلوك لشخص منكم، دي طبعا يعني رسالة استثنائية، ممكن يكون شخص تبع علاقات الانترنت والسوشال ميديا طبعا، ففي هنا بلوكات معمولة لناس كتير، ولكن الشخص ده غصب عنه هو مشغول في شيء مادي، بيعمل زي ما تقول كده عايز يصنع مستقبله. عندك بقى رسالة هنا بتقول توكيد، لازم تعمل توكيد يومي بالنمو، دايما قول انا انمو كما تنمو الشجرة، انا ارتفع، انا احصد ما زرعته. حاول انك تعمل توكيدات للنمو علشان انت في الوقت ده هتنمو باذن الله، وهتاخد حصاد من الزرع اللي انت زرعته او المجهود اللي انت بتبذله في العمل في الوقت ده. كمان جاية لك رسالة بتقول لك لو تأملت كتير مع توكيد النمو انت باذن الله هيخرج منك الابداع، هيخرج منك الازدهار. كل شيء خده في حياتك ببساطة، انت اصلا انسان بسيط بتحب البساطة في كل حاجتك، في كل تعابيرك، في كل تفاصيلك، انسان بسيط بكل معنى الكلمة، ولكنك جميل من الخارج والداخل، سبحان الله. رسالة بتقول لك حاول انك تتمشى بين الخضرة والزرع شوية، حاول انك تكتسب طاقة ايجابية، امشي بين الازهار، يعني خليك في مكان يكون كله طاقة ايجابية وكله حماس وكله زرع وخضرة، علشان الخضرة والزرع بتتصل بيك ملائكة الطبيعة وبتعطيك الابداع لما تتأمل في مكان جميل زي ده. روح اي جنينة اقعد فيها، حاول انك تتصل بالطبيعة على قد ما تقدر. وكمان رسالة بتقول لك ما تضيعش حياتك وتضيع كل تعبك ومجهودك بتفكيرك في الماضي، لو ان الماضي بيعيق حياتك حاول انك تنساه. واضح كمان ان في امرأة هنا، يعني سبحان الله قلبها كبير، امرأة حنونة، امرأة عطوفة،
يا اما قريبة منك يا اما انت الشخص ده. اذا كنت امرأة او رجل فانت في رعاية الهية، في رعاية من شخص كمان ليك، يعني في شخص بيرعاك بحمايته، بيرعاك في اسرتك، او انت بترعى الاشخاص دي، او انت بترعى الشخص اللي معاك ده. في ممكن تكون عليك مسؤولية، ولكن في طاقة حب هنا يا جماعة، في شخص هيخرج عن صمته، يعني شخص باين ساكت بقاله فترة ما بيتكلمش، مش عايز يعبر عن اي حاجة، ولكن الشخص ده هيخرج عن صمته وهيعبر لك عن حبه حتى لو بباقة ورد. واضح ان الشخص ده مش مكتمل من غيرك انت، مستني انه يتكلم معاك، علشان حتى طاقة الكلام معاك دي هتكون هي بالنسبة له الدنيا وما فيها، هي طاقة الاكتمال، هو نفسه يتكلم معاك. كمان هنا رسالة ان في اشخاص حواليكم سلبيين او ليكم اعداء في حياتكم، ودي طاقة مش للكل ولكن للبعض. واضح كمان ان عندك حماية ملائكية، حماية ربانية، واضح ان معاك كبار الملائكة ما شاء الله، عندك نورانيات علوية معاك، انت بإذن الله داخل على ازدهار، والحماية الملائكية دي هتبعد عنك الطاقات السلبية والعدوات اللي في حياتك. انت في الوقت ده في حالة اختبار من الروحانيات، من الروحانيات العلوية، معاك كبار الملائكة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، عندك ازدهار جامد في حياتك، عندك حماية من العدوات اللي حواليك، عندك كمان اختبار من الروحانيات، والملائكة بتختبرك في شيء. حاول انك تلتزم، التزم بأورادك، التزم بصلاتك، ما تحاولش انك تتقطع في الصلاة، حاول انك تلتزم كمان بآيات الحفظ علشان العدوات اللي عندك دي، وانت بإذن الله الشمس هتكون في طريقك. الله أكبر، داخل على ازدهار في حياتك، وداخل على اعتدال في الحياة الزوجية، واعتدال في الأموال، وحصاد ما شاء الله، وداخل على حب، وانت يعني شخص كمان عايز يعترف لك بحبه. طبعا دي للبعض يا جماعة. كمان الرسالة بتقول لك زي ما قلت لكم لازم انك تتأمل علشان يخرج منك الإبداع في عملك، وتأمل انك بتزدهر في عملك، اتأمل بالنمو. الرسالة قلت لك في الاول اتأمل بالنمو، اتأمل وخليك انت دايما تقول انا بنمو، انا بزدهر، انا بعلو في شغلي، في عملي، في روحانياتي. شوف انت بقى هتعلو في ايه، انت طاقة الاكتمال عندك بالتوكيدات بتكتمل، يعني انت التأمل عندك والإبداع هيكون هو عندك الاكتمال. لو اتأملت كتير هتبدع في عملك، هتكتمل بإذن الله، وهتاخد الحصاد اللي انت بتزرعه او اللي انت بتعمله في الفترة دي. حاول كمان انك يعني وانت بتاخد دش كده، حط في البانيو عندك حبة ملح، او في المية اللي انت هتستحم بيها حبة ملح كده رشيد، وحاول انك تقعد في المية بالملح دي ولو دقيقتين ثلاثة بس، تنظف الطاقات السلبية وتخرج منك الطاقات اللي بتدخل فيك. لو انت بتشوف رقم واحد باستمرار اعرف انك ماشي صح. كمان رقم واحد ده يا جماعة ليه رسالة في القرآن الكريم. لو بتشوف واحد واحد واحد، او بتشوف اربعة اربعة أربعة، أو بتشوف رقم سبعة، الأرقام دي كمان زي ما هي فيها رسائل ملائكية، فيها رسائل للقرآن. يعني رقم واحد أو أربعة أو سبعة إذا شفته اعرف إن مطلوب منك إنك تردد قل هو الله أحد، تردد سورة الإخلاص باستمرار، لأنها رسالة لك، لأن الأرقام دي متصلة بسورة الإخلاص. فانت لو شفت الرقم ده بيتكرر قدامك كذا مرة اعرف انك لك رسالة بقراءة سورة الاخلاص الفترة دي بإذن الله. طيب رسالة كمان هنا بتقول ان في ناس عندكم في طاقة اسحار عندكم، والاسحار دي مأثرة عليكم ومأثرة على حياتكم،
ومخلياك كده في حالة غير طبيعية، ولكن في عندك طاقة استشفاء. انت بتقرأ القرآن والقرآن ده هيشفيك بإذن الله، ولكن الطاقة بتقولك استمر، ما تقلقش، ما فيش حاجة هتجيلك من طاقة السحر والعداوة دي، ما فيش حاجة هتجيلك، وان شاء الله كل ده هيروح من عندك، ما فيش شيء هيجي من الطاقة دي إلا الاستشفاء بإذن الله جايلك عن قريب. معايا جماعة هنا برج الثور، ومعايا برج القوس، ومعايا برج الحمل. طبعا برجك لو ما تذكرش اعلم ان الرسالة لك برضو، ولكن دول بيبقى ليهم رسالة خاصة بشدة. الرسائل كمان بتكون لكل انسان فتح الفيديو، لان طاقته الروحانية هي اللي بتدله على فتح الفيديو، وما تبحث عنه هو يبحث عنك بإذن الله. كمان جاي لك زي ما قلت لكم في ازدهار، في شمس، في ما شاء الله عليكم داخلين على طاقة حلوة قوي من الراحة النفسية، داخلين على حاجة جميلة في حياتكم، ان كنتم هتستسلموا لربنا. يعني في ناس هنا هتستسلم وتقول يا ربي انا سلمت امري ليك، فربنا هيسر لك امورك بالتسليم ده. التسليم اللي انت بتسلمه لله ده ربنا بإذن الله هيبعد عنك العدوات، السحر، الطاقات العدائية اللي معاكم في اللي حواليكم. كمان بإذن الله لكم أبواب مفتوحة الفترة ديت، يعني رسالتك بتقولك انتظر انتظر فإن الرخاء في طريقك. الرخاء بينتظرك بإذن الله، داخل على طاقة جميلة جدا. وأنصحك بلبس اللون الأخضر الفترة دي علشان ليه توكيد ليك أنت عام. لون الخضرة هو لون الجنة، هو لون الرزق، سبحان الله. لون الأخضر مرتبط بالأشياء دي، فحاول إنك لو هتلبس حاجة في إيدك خضرة، خاتم أخضر، حجر كريم أخضر، حاول إنك تلبس شيء يكون متعلق باللون الأخضر، لأنه بإذن الله الثراء في طريقك بإذن الله. حاول إنك بس تلتزم، لأنك في اختبار لك من الروحانيات بالتزامك. دايما بيقولوا لك انظر للصورة الأكبر، ما تنظرش دايما للأصغر، يعني حاول إنك تبص لحياتك على إنها أفضل من كده بكتير. حاول إنك تتأمل، لأن لو تأملت كتير هتلاقي الوضوح في حياتك. التأمل هو التخيل بالشيء اللي انت نفسك يتحقق على انه يتحقق. يعني ناس كتير بتسأل في القناة اتأمل ازاي، انا مش عارفة اتأمل. تغمض عينك، تقعد في مكان نضيف، تخيل، اتخيل، خلي عقلك الباطن يحط التخيلات الصحيحة في دماغك، وحاول انك تتخيل انك معاك الاموال اللي انت عايزة، انك حصلت على الشريك اللي انت عاوزه، انك في البيت اللي انت عاوزه، انك حتى بعدت عن الناس اللي انت عايز تبعد عنهم، ان السحر خرج منك، ان مفيش عندك حسد اختفى. حاول دايما تنظر للصورة الاكبر وتتأمل علشان الوضوح يظهر لك. لازم تتأمل كتير، لان هي رسالة ليك بان بإذن الله حل مشاكلك كلها هيجي في الاستسلام لله وكسرة التأمل. انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.